هبدأ يمكن الأول بالتعريف، التعريف الديفينيشن بتاع حماية الملكية الفكرية يا دكتور حسين. فندم، حماية الملكية الفكرية مصطلح سهل جدا. الملكية الأصل بترد على المادة، فأنت بتملك حق ملكية على سيارة، حق ملكية على شقة، وبعدين تطور قانون وبدأ يبقى الملكية ترد على الفكر. الملكية لا ترد على الفكر في المطلق، يجب أن ترد على الفكر المبتكر أو الفكر الجديد. إذا كان فكرا جديدا فبيحمى بالملكية الصناعية، إذا كان فكرا مبتكرا بيحمى بالملكية الأدبية والفنية اللي هو مجال اللي نتكلم عنه دلوقتي، اللي هو الآداب والفنون والعلوم. جميل، ده المقصود بالملكية الفكرية. أن تحمى حياة المؤلف 50 سنة بعد وفاته، وإذا تعدد المؤلفين في مؤلف وملحن يبقى حياة المؤلف زائد الملحن زائد 50 سنة بعديها. والحق الأدبي أبدي، يعني نتننا نتكلم على أن الحق الأبدي بعد 1000 سنة، أنت بتكلم على الأستاذ محمد رحيم من شوية، بعد 1000 سنة لازم تقول اسمه، مش هتقدر تقول ده اسمي أنا، لازم ينسب إليه. أمركم جميعا 1000 سنة. لا يعني إن شاء الله يكون موجود، إن شاء الله يكون موجود. طيب ده هيخليني هروح يمكن على إحنا ليه بنتكلم في مسألة حقوق الملكية الفكرية وحماية التراث وما إلى ذلك، لأنه ده جاي من وراء قصة شديدة الأهمية متعلقة بتراث الست، أو بنقول الست يعني الست أم كلثوم، وفي جزء كبير متعلق بده عند صوت القاهرة وأستاذة نادية من جهة، وعند الهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية أستاذ حسين زين من جهة أخرى.